نيالك شو شايفه؟ شايفه انك حنيت علي بقى وعملت لي الغمازه الثانيه هون. من الواضح أن هناك وباء منتشر في كل العالم اليوم، هناك مرض نفسي جماعي تعاني منه البشرية أدى إلى أزمة ومحنة وجودية خطيرة. ارتفاع في نسبة القلق والاكتئاب والتوتر عند الناس وصلت إلى مستويات لم نشهدها من قبل. يمكن قصصنا وتراثنا الثقافي وأنظمتنا الثقافية الجماعية حول من نحن قد وصلت إلى حدها، لم تعد تخدمنا. مع زيادة التعقيدات اللي صاحبت تطورنا التكنولوجي وزيادة الوعي العلمي والمعرفي والذكاء جعلت حياتنا أكثر تعقيدا، خلانا أكثر اضطرابا وتوترا من أي وقت مضى. وكل هذه النصوص والروايات القديمة اللي ورثناها يبدو أنها لم تعد تخدمنا. لهيك يمكن ما نحتاجه اليوم هو قصص مختلفة، يمكن ما نحتاج إليه هو إعادة صياغة لمخزوننا المعرفي، إعادة صياغة وعينا الأنطولوجي والوجودي للتخلص من هذا الشعور بالخواء واللا معنى. نبدأ نشعر بأننا جزء من شيء أكبر من أنفسنا، أعمق من واقعنا اليومي. كيف ممكن نسمح لأنفسنا باختبار أشياء جديدة، طرق تواصل مختلفة مع الكون، أن نخضع للتحول، أن نستيقظ، أن نولد من جديد، أن نخرج من الجانب الآخر؟ البحث عن ثورة عظيمة في القيم، وهذا يجب أن يأتي من الناحية العملية، من الخيال اللي بودينا للأماكن اللي بتيجي منها الأفكار، المكان اللي فيه فصل تام ما بين الأوهام وبين الزخم والنشاط المستمر لهذا الكوكب.
نكتسب فيه المهارات الهندسية لنبني منها مجتمع تقني ومتطور. احنا الآن مثل شخص كان نايم في بيته وكل شيء بيحترق من فوقه وحواليه، وهلأ صحي على صوت الخشب المحروق ورائحة الدخان، وما في وقت كبير لسه ليفكر ويدرس الموضوع ويحقق بالموضوع ويحقق في سبب الحريق ومين كان وراه. هلأ عنده وقت فقط ليفكر كيف يخرج من البيت. ما عنا 100 سنة لنبحث عن حلول. من يعتقد أنه أمامنا وقت كافي للتفكير بيكون جاهل بديناميكية الوضع. التاريخ نفسه أصبح عنده هذه الرغبة في تجاوز كل هذا. نحن قريبون.